أنا ما عم حاكيكم من المستقبل ولا من اليابان، هي دولة عربية اسمها الإمارات، وهاد إكسبو 2020. أهلا وسهلا فيكم، واضح؟ خليني أفرجيكم شو في جواته. كتير لي سألوا ليش إكسبو 2020 مو إكسبو 2021؟ السنة الماضية كانوا هن حيعرضوه، حيبلشوا المعرض، بس بسبب جائحة كورونا وقفوا وخلوه يصير هالسنة. أكثر من 190 دولة مشاركة بهذا المعرض. هاي دعوة للعالم أجمع، حياكم في دبي، دبي ترحب بكم، وفعلا راح تشوفوا شيء ولا في الأحلام. Je viens de France. Je pense qu'on va en avoir plein les yeux. لكل دولة مشاركة في إلها جناح الخاص فيها، مثل جناح المملكة العربية السعودية. كل جناح متفرد بتميزه وبالجمال المعماري تبعه. مثل ما شايفين وراي بهي الخريطة، إكسبو عبارة عن مدينة كاملة صار عم تنبنى أكثر من 8 سنين. كتار من اللي عم يسألوا طب شو حيصير بهالمدينة الكاملة بعد ما يخلص إكسبو؟ مدينة إكسبو حتضل وحتكون عبارة عن مركز رئيسي وتجاري لإمارة دبي. تعتبر أكبر قبة غير مدعمة بالعالم، زائد إنه هي كمان أكبر شاشة عرض بالعالم. What really impressed me in this expo as a techie guy, as a guy who's into technology, is this dome. The technology, the audio system, the lighting system. So this really grabbed my attention and I've been just talking about it for the past hour. قولونا بالتعليقات شو الأجنحة اللي حابين تشوفوها المرة الجاية. ناطرينكم.